بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. ربنا وصانا بالرحمة على العباد، أصله سبحانه هو الرحيم، وطمن كل محروم من أم أو أب إنك في رعاية الخالق العظيم. اللي يمسح على راسك أو يرعاك ويكفلك هيكون رفيق خير البشر في جنة النعيم. اوعى تحزن أو تخاف أو تنكسر، وافتكر إن خير البشر مولود يتيم. يوم اليتيم ومكانته عند ربنا سبحانه وتعالى تفاصيل مهمة هنتكلم عنها وهنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. من سنة 2004 وإحنا بنحتفل بيوم اليتيم، مشاعر جميلة ومشاعر فيها ود ورحمة وتراحم وكل المعاني الحلوة اللي موجودة فيها، ولكن اهتمامنا بيه ما ينفعش يكون يوم واحد في السنة. بس خلينا في البداية نعرف مين هو اليتيم. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كلمة اليتم في اللغة العربية تدور على ثلاثة معاني: المعنى الأول الغفلة لغفلة الناس عنه، المعنى الثاني الانفراد لانفراده عمن يرعاه، المعنى الثالث الفقد لفقده إما لأحد والديه أو لكليهما. أدي المعنى اللغوي لكلمة اليتم: الغفلة الانفراد الفقد. أدي المعنى. أما المعنى الشرعي فاليتيم هو من فقد أباه يسمى يتيم، أما من فقد والديه فيسمى لطيم. هذا يسمى يتيم الأبوين، قد يكون أيضا يتيم الأبوين والجد، يبقى فقد الكل. وأيضا اليتم موجود في الحيوانات، من فقد أمه يسمى يتيم. أيضا من تخلى عنه والده أو تخلت عنه والدته، تخلى عنه والده أو والدته يسمى يتيم، لأن هناك أيتام وآباؤهم أحياء. الأب اللي خلف وجري ورمى ومشي، فقامت الأم بالدورين، إما أنه أب مرض وعجز عن إتمام الرسالة فأتمتها المرأة تأخذ أجر من ربة الأيتام، أو أنه فقير وهي واقفة جنبه تأخذ الأجر، أو أنه ترك وهي أيمة لوحدها بالدورين، دور الأب ودور الأم، تأخذ أجر من ربة الأيتام أيضا، لأن مضمون اليتم يدور حول الغفلة والانفراد والفقد. طب الأولاد اللي أبوهم سابهم ومشي والأم قايمة بالدور كله، طب ما هو في غفلة وانفراد وفقد. فاليتم هو من فقد، من فقد هنا قد تكون فقد الذات أو فقد الرعاية. أيضا هناك يتم الأخلاق، عندما لا تجدين الأخلاق موجودة في بيوت الناس ولا في مدارسهم ولا في جامعاتهم فالأخلاق يتيمة. أيضا هناك يتم الشعوب، عندما لا تجد القدوة ومن يقود ومن يرعى. اللهم لك الحمد على نعمة مصر، الحمد لله. حفظ الله عز وجل قيادتها وجيشها وشرطتها ومؤسستها، اللهم أمين يا رب. ففيه اليتم له معاني كبيرة جدا. يكفي اليتيم شرفا قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى. يكفيه أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة اليتم مرات ومرات، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وذاق مرارة اليتم عندما ترك السيدة حليمة أمه التي أرضعت، وذاق مرارة اليتم عندما ماتت أمه، وذاق مرارة اليتم عندما مات جده. فسيدنا النبي لم يزق مرارة اليتم مرة واحدة وإنما مرات، وتجري بنا السنوات. وأثناء عودته عند ذهابه إلى فتح مكة استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فزار قبرها وبكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله من الصحابة. إذن كن متصالحا مع نفسك، كن متصالحا مع أوجاعك، كن متصالحا مع آلامك، وعمر الدموع ما بتقلل حد أبدا. أرجل الناس وأعظم الناس سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكى أمام قبر أمه. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من كفل يتيما له أو لغيره كان معي في الجنة كهاتين، وأشار بهذا الأصبع يعني جنب سيدنا النبي، قرين سيدنا النبي، رفيق سيدنا النبي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو الصائم لا يفطر أو القائم لا يفطر. الأيتام في مجتمعنا نقطة مضيئة
بالحسنات من رب الأرض والسماوات، اعتبريها من المأثورات. نقولها تاني، الأيتام في مجتمعنا نقطة مضيئة بالحسنات من رب الأرض والسماوات، الأيتام في مجتمعنا أرافد من روافد السعادة. إذا أحسست بقسوة في قلبك أو هم يحيط بك أو غم أقلقك، خذ كده شوية هدايا واذهب إلى أي بيت أيتام أو أي دار أيتام واقعد في وسطيهم وانسى نفسك. صح. وأطعمهم وفرح وشوف الفرحة وهي تعلو وجوههم، وبعدين أبقى كلمني عن قلبك وانت خارج وافتكر قلبك وانت داخل راحة الدنيا وإزاي كلها وازاي كان مظلم وضيق وازاي وانت خارج شخص تاني خالص. صح. لكن أنا لما هتنادى يوم القيامة هتنادى باسم أبويا، مفيش حاجة اسم باسم أمي، ولا في حاجة اسمها الدعاء باسم الأم. القرآن قال ادعوهم لآبائهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم بأسماءكم وأسماء آبائكم. الحديث التالي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عندما تنصب المحكمة الإلهية يقال أين فلان ابن فلان، ما قالش ابن فلان، فعيب إن احنا نقول مش عيب اسم الأم، اسم أمي تاج على رأس الكل، إنما احنا بنصحح معلومة. اسم الأم، اسم البنت، اسم الزوجة ليس عيبا خالص، ولا يعني ممكن يكون عاداتنا وتقاليدنا بحترمها وعلى راسي، لكن أنا بتكلم من ناحية الشرع. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قدام الناس جميعا يا رسول الله من أحب الناس إليك، قال عائشة، ما قالش الحكومة، ما قالش الجماعة، لا، ما هوش عيب ان انا عندي عادات وتقاليد بخلي بالي منها، لكن انا بحكم بالشرع. صحيح، بنقول الصح بالضبط. فقال عائشة، قال اسم زوجته قدام الناس جميعا لا مانع خالص، طب اسم امي لا عيب خالص، لكن في كشرع نحن ندعى باسمائنا واسماء ابائنا. طيب هل حضرتك مع فكرة انه لو احنا متكفلين بطفل او متبنيين بقى طفل زي ما حضرتك قلت وما كتبناهوش باسمنا، انه يبقى عارف ان هو مش ده مش ابوه وامه الحقيقيين؟ لانه في اسر كتير جدا بيبقوا الاطفال او الاولاد عارفين انه ده بابا وزي. والله طبعا مش هنقول كلمة تبني، لان الناس فهمت كلمة تبني بانه بينسب بنا بالاسم كاملا للاب والام، هذا لا يجوز شرعا، انما بنقول نكف. فالكفالة الموضوع يعرف او ما يعرفش، هذه متروكة للظروف وعلى حسب أحوال كل بيت وعلى حسب عادات كل مكان. والله إن لم يعلم واستمر الأمر بلا علم له ومحدش عرف بالخبر وهو منسوب إلى العائلة وماله، أهلا وسهلا، لا حرج وعظيم جدا عشان يظل بنفسيته ونحافظ على تماسكه ونحافظ على حالته القلبية والنفسية والروحية. لكن إن علم برضو لا مانع خالص. وهل يجوز ان انا اكذب عليه واقول له ان اهلك كانوا من العيله وكذا؟ يجوز، لانه الكذب للاصلاح يجوز عشان ما نجرحش مشاعر. بالظبط يا فندم. طيب نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. ناخد مدام مروه. اهلا وسهلا بحضرتك يا مدام نمياء، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف خير، اتفضلي. كنت عايز اسال الشيخ رمضان عن حبوب مناعه الحمل، انا عموما باخدها بس قلت هاخدها من اول رمضان، المفروض كنت ابطلها اول رمضان على اساس الدوره تنزل كده. فالمهم بدات اخدها على طول على اساس صوم رمضان كامل. في ناس قالت لي حرام ومش عارفه ايه والكلام ده. فالمهم جيت يوم 11 رمضان مع اني باخدها ومستمره عليها، نزل عليا دم يوم 11 12 13 14 مستمر لحد الان. انا عايز اسال الشيخ رمضان، اولا حبوب من الحمل دي حرام في رمضان ان ناخدها على اساس صوم رمضان كله؟ والسؤال الثاني ان لحد الان في كل يوم بتنزل على نقطه دم، اغتسل كل حاجه وانوي ان انا اصلي وابقى صايمه وكل حاجه وبص الاقي الدم ده نزل، فكده انا ايه يعني صايمه كده ولا ايه؟ عاده حضرتك قد ايه يا فندم؟ كام يوم؟ المهم المفروض 4 ايام مثلا. تمام. طيب عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا ولا اي سؤال، ربنا يخليك يا رب. نورتيني. كل سنه حضرتك طيبين. وحضرتك بالف خير يا رب. طيب موضوع الحبوب بتاعت منع الحمل، الناس اللي بتاخدها عشان خاطر تصوم شهر رمضان كامل، ده منتشر اليومين دول كتير جدا. طيب هذه فتوى طبيه قبل ان تكون فقهيه. يعني اي ست، اولا جزاها الله خيرا وربنا يبارك فيهم، حريصين على الصيام فعايزين يصوموا الشهر كاملا وما يفطروش منه، ده رقم واحد، فشكرا على الإحساس الجميل ده. رقم اتنين، ما تزعلوش لأنه ده شيء كتبه الله عز وجل على بنات حواء، وأنت مطيعة بالصيام وأنت مطيعة بالإفطار، فهي دي قمة العبودية. صومي عند الطهر، حاضر، إذا نزل الدم ما تصوميش، حاضر، فأنت هنا مطيعة وهنا مطيعة، هنا مأجورة وهنا مأجورة.
وهذا الحيض هو لا يمنع إلا الصيام والصلاة والزوج، ما عدا ذلك كله متاح. يعني الصدقات، الزكوات، جبر خاطر الناس، نفع الناس، تلاوة القرآن دون مس للمصحف من الموبايل أو الأيباد أو أمسه بجوانتي، كل ذكر الله، كل الدعاء. طيب رقم ثلاثة، هل ينفع تأخذ هذه الحبوب لمنع الحيض لإكمال شهر رمضان؟ أنا بقول لي معليك فتوى طبية دينية، كل واحدة ست عايزة تعمل كده قبل رمضان تروح لطبيب أو طبيبة تكشف عليها وتحدد وتقول لها أخد الحبوب دي ولا لا. إذا الطبيب قال إن الحبوب مضرة أنا كشيخ أقول لا يجوز، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. إذا قال الحبوب غير مضرة أنا شيخ أقول إيه يجوز، لأنه انتفى الضرر. نعم. طيب وإن هي نازل عليها الدم. طيب النقطة الأخيرة، أنا سألتها عن عادتها قالت 4 أيام، تحسب لأربعة أيام وما زاد على ذلك يبقى دم استحاضة. يعني هي تقدر تتوضى وتصلي وتصوم بالضبط وتتعامل مع هذا الدم على أنه بول. بالضبط. طيب أم عمر. أيوة فندم. اتفضلي أهلا بيكي. كل سنة طيبين. وحضرتك بألف خير. إزاي الشيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك يا فندم. سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في موضوع الحلقة، أنا متكفلة طفليتين بس طبعا إحنا من الأرياف، فكل اللي حوالينا بيعاير الولد إن أنا إن هو من الأرياف. مين بيعايره يا فندم؟ الناس والأطفال. الناس اللي بيعايروه. طبعا أنا جايباه وهو عنده 6 شهور، طبعا كل اللي حوالينا عارفين. ما سميتوش. سلام نخدم. نورتيني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. هروح